انا نازله عشان احتفل بمصر وبالسيسي، لان هو اللي هيمسك على فكره رئيس. انت شايفه القرار المد ليوم تاني الانتخابات كان المشاركه اقل؟ هي مصر قالت كلمتها، سواء مد او ما مدوش خلاص الموضوع محسوم يعني. تمام، احنا كلنا انتخبنا السيسي. كلميني بقى عن دور المراه في المشاركه في الانتخابات، شايفاه كان؟ لا، دور المراه انتوا شفتوه في الانتخابات، واول يوم ما كانش لكم دور خالص في الانتخابات. طب قولي ايه للناس اللي مقاطعين او مش عايزين ينزلوا يشاركوا في الانتخابات؟ لا، المقاطعين دول ما بيحبوش مصر. احنا شخصيا مسيحيين مسلمين، عندنا من زمان وحده وطنيه وبنحب مصر وبننزل سوا في كل حاجه وبننتخب سوا وبنفرح سوا. لازم كانوا ينزلوا. تمام، ما كانش لازم يسمعوا ان في غرامه، ما كانش لازم يسمعوا ان في مد يوم كمان، كان لازم من اول نداء كله ينزل لمصر.